محاضرة اليوم والمختبر الثالث هو The Pupillary Light Reflex or PLR or Photopupillary Reflex. كل هاي المصطلحات هي أشنو؟ هي ثلاث أسماء لشيء واحد أو لاختبار واحد. Pupillary Light Reflex منعكس البؤبؤ، زين، مختصره PLR، أو تسمية ثانية Photopupillary Reflex. أنت مسؤولين عن هاي الثلاث تسميات، يعني مثلا أقول لك Define Photopupillary Reflex أنت تعرفه، أو أقول لك Define PLR أنت تعرف أشنو هذا، زين، هاي مهمة. زين، أشنو هو هذا منعكس البؤبؤ أو منعكس الحدقة؟ هسا نحن لما نجي، أنتم تعرفونه هذا، يعني كنا شعتمه أكيد الكل، يعني عامة الناس تعرفه. هذا أشنو؟ هذا يسمونه اختبار الشمعة. لما نقرب ضوء على العين أو نسلط في الضوء على العين، أش راح يصير؟ هاليوم نشرحه. زين، أشنو هو منعكس الحدقة؟ قبل ما أقرأ لكم الباوربوينت وترجم لكم وأشرح لكم المحاضرة اللي عندكم، راح أنطي مقدمة. هو رد فعل ريفليكس، رد فعل، زين، أو منعكس، هو رد الفعل الذي يتحكم في قطر البؤبؤ، زين، استجابة لشدة الضوء. يعني أش معناته؟ يعني هسا نحن من نقرب الإضاءة على العين راح يتحفز البؤبؤ، زين، حسب هاي شدة الإضاءة، إذا كان الضوء قوي أو خافت، يا أما يتوسع يا أما يتضيق البؤبؤ، زين، بالاعتماد على سقوط الضوء على خلايا العصبونات الشبكية، اللي هي وين؟ في شبكية العين، بالرتنا، بالجزء الخلفي. أشنو هذه؟ هاي ليش يصير هذا المنعكس؟ حتى يساعدنا على التكيف، تكيف العين. يعني هسا نحنا من يسلط ضوء قوي على العين، مباشرة العين لا إراديا، حركة لا إرادية، تنغلق الجفون، يتضيق البؤبؤ. ليش؟ لأن العين ما متعودة، بعد ما تكيفت على هذا السطوع القوي من الضوء، بعد ما تتعود العين يبدي البؤبؤ يتوسع، زين؟ يعني هسه هذا المنعكس صار عندنا مسارين، نستلم تحفيز اللي هو الضوء وحسب شدته يتوسع أو يتضيق البؤبؤ، نرجع أش نعمل؟ رد الفعل أشنو؟ هو توسع أو تضيق البؤبؤ. يعني الوارد اللي نستلمه هو التحفيز اللي هو الضوء، واضح؟ رد الفعل أشنو؟ تضيق أو توسع البؤبؤ حسب أشنو؟ حسب شدة الضوء. إذا كان الضوء قوي فالبؤبؤ يتضيق، إذا كان الضوء خافت أو فترة الظلام، إحنا أش نعمل؟ لا إراديا نحن نفتح عيوننا حتى أشنو؟ حتى نشوف أحسن أو حتى نشوف أفضل. والبؤبؤ كذلك، البؤبؤ يتوسع حتى أشنو؟ حتى يحصل على كمية من الضوء أكبر حتى تتم الرؤية، زين؟ هاي كمقدمة. نبدي كتعريف. Definition: The pupillary light reflex or PLR or photopupillary reflex. أشنو تعريفه؟ Is general or protective mechanism. هي آلية حماية عامة، general عامة، protective حماية، mechanisms آلية. Reflex that controls the diameter of the pupil. هذا المنعكس يسيطر على قطر البؤبؤ. In response to the intensity of light that falls on the retinal ganglion cells of the retina in the back of the eye. كاستجابة. In response. كاستجابة. To the intensity. لشدة الضوء الساقط على الشبكية أو على العصبونات الشبكية أو على العصبونات الخلوية الواقعة في الشبكية، في الجزء الخلفي من الشبكية للعين. Thereby assisting in adaptation of vision to various level of the lightness. ليش كل هاي تحدث؟ حتى يساعد. Thereby assisting. يساعد in adaptation. في التكيف للرؤية. في مختلف مستويات الإضاءة. في مختلف مستويات الإضاءة. زين. Protect the retina from excessive light. And to prevent temporary blindness. هون يتأشرون يمكم. هذه وظيفة، هذه function of pupillary light reflex أو function PLR أو function photopupillary reflex. وظيفة هذا المنعكس أشنو؟ ليش الله خلقنا هو؟
نجي حتى يحمي الشبكية من الضوء القوي المفرط and to prevent temporary blindness، وبالتالي يمنعنا حدوث العمى المؤقت. أحياناً الإنسان يتعرض إلى نوع من الضوء قوي يسبب له عمى مؤقت، فالله خلق هذا الرفليكس حتى يحمينا من العمى المؤقت ويحمينا الشبكية من الضوء القوي. The pupillary light reflex constructs the pupil in response to light. أش يعمل إن هذا المنعكس؟ يعمل على تضيق البؤبؤ كاستجابة للضوء. And pupillary construct is achieved through the innervation of the Irish sphincter muscles. زين، هسا هذا البؤبؤ الضيق لما سقط عليه ضوء، زين منو يتحكم بينه؟ احنا نعرف كل جزء من الجسم يتحكم بينه عضلات ويتحكم بينه تغذية عصبية. زين، منو هالعضلات اللي تتحكم بتضيق البؤبؤ عند سقوط الضوء عليه؟ هي عضلات الايريس سفينكتر ماسلز، العضلات القابضة للقزحية. العضلات القابضة للقزحية هي اللي تتحكم بتضيق وتوسع البؤبؤ عند سقوط الضوء عليه. زين طلاب الشرح واضح؟ أحد يقل لي جاوبني. واضح واضح دكتورة. يعني أستمر؟ استمر دكتورة. تمام، بس بعض الطلاب يطلبون أنه ممكن شوية أبطأ تشرحين. تمام زين، هسا راح أعيد بشكل عام. هسا البيوبيلاري لايت ريفليكس هو منعكس كآلية حماية يسيطر على أشنو هو هذا المنعكس؟ هو السيطرة على قطر البؤبؤ عند سقوط الضوء على العين. طبعاً البؤبؤ يتضيق أو يتوسع حسب شدة الضوء. وين يسقط الضوء؟ على العصبونات الواقعة في الجزء الخلفي من العين اللي هي الشبكية. أشنو وظيفته هذا المنعكس؟ Assisting in adaptation of vision to various level of lightness، هو التكيف أو المساعدة على التكيف لحدوث الرؤية لمختلف المستويات من الإضاءة، بالتالي حماية الشبكية من الضوء المفرط، وبالتالي منع حدوث العمى المؤقت. هذا البؤبؤ يتضيق ويتوسع لما يسقط علينا الضوء، من اللي يتحكم بينه؟ أكو عضلات تسحب البؤبؤ أو ترخينه. زين، منو هاي العضلات؟ أش اسمها؟ Iris sphincter muscles، العضلات القابضة القزحية. زين، هسا أنا أش قلت بالبداية من عطيت المقدمة؟ قلت إنه أكو فد شيء وارد اللي هو الضوء سقط، بالتالي رد الفعل هو الصادر. تمام، هسا لما نروح نشتري من أي أسواق أو فد شيء، الوارد أشنو؟ إنه أنت تنطي مبلغ وتطلب فد شيء، رد الفعل إنه البائع يسلمك الشيء اللي أنت طلبته. نفس الشيء هوني، الوارد أشنو؟ هو سقوط الضوء، والصادر أشنو؟ هو المنعكس. زين، الوارد هذا الضوء الوارد راح يمر بمسار، أشنو هذا المسار؟ هسا نحن نجي نقرأنه. Pupillary light reflex pathway، المسار لمنعكس البؤبؤ. أشنو هو المسار؟ قلنا المسار ينقسم إلى قسمين، وارد وصادر. زين، نحن هسا نجي على الوارد. Light number one، light travels through the cornea, anterior chamber, pupil, lens and the posterior chamber, eventually reaching the retina. يعني أشنو؟ يعني الضوء يدخل من خلال القرنية ثم إلى الحجيرة الأمامية، بعد إلى البؤبؤ، ثم العدسة، بعد إلى الحجيرة الخلفية، وبالتالي يصل إلى الشبكية. هذه بالتسلسل، ما ممكن نقول نحن الحجيرة الخلفية أو يسقط على العدسة، لا، بالتسلسل. قرنية، حجيرة أمامية، بؤبؤ، عدسة، حجيرة خلفية، ثم يصل إلى الرتينا. وصل الرتينا، أشكو بالرتينا نحن عندنا؟ إحنا عندنا المستقبلات اللي هي أشنو؟ فوتو ريسبتر سيلز، الخلايا المستقبلة للضوء.
in the outer layers of the retina, في الطبقة الخارجية من الرتينا. منو هي من المستقبلات الضوئية اللي هو شغلكم انتم كبصريات علينو؟ الرودز والكونز. زين، هاي اشنو وظيفة الرود والكونز؟ convert light stimuli into neural impulses. أعيد أول نقطتين، يسقط الضوء على القرنية ثم الحجيرة الأمامية ثم البؤبؤ العدسة الحجيرة الخلفية ثم إلى الرتينا. بالرتينا شكو رود وكونز. زين، إيش نهاية الرود والكونز؟ تعمل على تحويل الضوء إلى إيش؟ التحفيز الضوئي، تحوله إلى نبضات عصبية. ليش؟ لأن هذا الضوء وهاي النبضات وين راح تروح؟ راح تروح إلى البرين، والبرين ما يتعامل مع ضوء، ذكرناها بالمحاضرات السابقة، فقط يتعامل مع النيورال امبلسز أو الإلكتريكال امبلسز. زين؟ هي هذه. زين، these signals number three, these signals are then relayed to the bipolar cells which interact with the ganglion cells which in turn coalesces to form the optic disc and optic nerve. يعني اشنو هاي الاشارات؟ هاي الاشارات وصب تسقط بعد ما وصلت الرود والكونز، تذهب إلى البايبولار سيلز، إلى الخلايا الأشنو الثنائية القطب. هاي موجودة وين؟ بالشبكية. Which interact with the ganglion cells، واللي أشنو تتشابك مع العصبونات الخلوية، واللي بدورة هاي العصبونات الخلوية أش تعمل؟ تجمع لنا، تجمع لنا هاي الأشعة، وش تعمل له؟ تنقلها إلى الأوبتيك ديسك ثم إلى الأوبتيك نيرف. زين؟ هسا وصل الضوء، سقط على الرود والكونز، وتحول إلى نيورال امبلسز. هاي الإشارات العصبية وين تذهب؟ تذهب إلى البايبولار سيلز، بعدين إلى الجانجليون سيلز. تجمع الجانجليون سيلز أشي يكون لنا؟ يكون لنا قرص اسمه القرص البصري. هذا القرص البصري تعرفون شنو هو؟ عبارة عن دائرة صغيرة، هي مكان اتصال الأوبتيك نيرف بالشبكية. هسا لما صوندها أو فد أنبوب تربطونه بفد شيء، زين، أكو فد مكان ارتباط عبارة عن قرص، هو نفس الشيء، نفس التركيب. زين، أوبتيك ديسك بعده أوبتيك نيرف. نمبر فور، أوبتيك نيرف send impulses to the brain for further processing and image ريكوجنشن. يعني وصلت الإشارة إلى العصب البصري اللي هو الأوبتيك نيرف، يقوم هو شو يعمل؟ يرسل هاي النبضات وين؟ إلى الدماغ. زين، بعد الدماغ تجرى عدة عمليات حتى بالتالي يميز لنا الصورة. These are the first steps of a pupillary light reflex afferent pathway. كل هاي النقاط الأربعة هي أشنو؟ هي الخطوة الأولى لمنعكس البؤبؤ، الخطوة الأولى لمنعكس البؤبؤ فقط. زين، هسا راح تسألون إحنا هاي كلها نحفظها؟ لا، أنا ما مطلوبة من عندك إنه تحفظها نصاً، ولا أجيب لك هي اذكر لي مثلاً الأربع نقاط هذه، لا، بس أنت مسؤولين عنك كفراغات. يعني مثلاً أجيب لك فراغ، أقل لك النقطة الأولى light travels through the dash dash and dash. لازم أنت تعرف الضوء من يسقط العين بيش يبدي؟ ما معقولة يبدي بالأوبتيك نيرف، تمام؟ أو مثلاً أقول لك photoreceptor cells its function dash، أشنو وظيفته؟ من هوني convert light stimuli into neural impulses. يعني photoreceptor تعمل على تحويل الضوء أو التحفيز الضوئي إلى أشنو؟ إشارات عصبية. زين؟ هسا عدكم هذا المخطط، هذا المخطط مهم، هذا المخطط مهم. زين، هسه هذا اشنو؟ هذا الجزء الثاني، هذيك النقاط كانت الوارد، هسه هذا الصادر، هذا الصادر. اوبتيك نيرف اش يمثل لنا؟ افرنت فايبرز، يعني اشنو؟ الالياف الوارده هي اللي جابت الاشارات الضوئيه على الدماغ. نرجع، اوبتيك كيازم التصالب البصري اللي هو رايت وليفت.
brachium of the superior collicles. الأكيمة العلوية العضدية أو critical area of the midbrain. زين. الجزء الرابع إدينجر وستفل نيوكلياي، نويات على اسم هذا العالم، نويات إدينجر. زين. أو اسمه preganglionic parasympathetic. هاي أش تمثل لنا أي جزء؟ الانتر نيوكلياي. الانتر نيوكليا. زين. Oculomotor nerve، العصب البصري الحركي. العصب البصري الحركي اش يمثل لنا؟ يمثل لنا الافرنت فايبرز، اشنو الالياف هوني، اشنو الصادره. بدا الضوء يتميز ويصير يتحول الى صوره. بعد الاوكيلوموتور نيرف وين بتروح؟ اشنو وين العمليات تجرى؟ بالسيلياري جانجليون. بعد الايرس سفينكتر مصل، الافكتر اورجان. الايرس سفينكتر مصلز هي الافكتر اورجان. هذا اشنو؟ هذا انا اذا اجيبه مثلا نصه، يا اما اقول لك تبدي من الاوكيلوموتور نيرف وتكمل، او اقول لك من الاوبتيك نيرف مثلا الى الادينجر وستفل. انت راح تكتب لي خطوتين فقط، هالشكل تحفظونه. زين. هسه الانديكيشن، هسه هذا الفحص من نجرينه، ليش نجرينه؟ احنا ذكرنا اشنو هو، من نسلط حتى نعرف سلامة العين، او العين تستقبل، او اكو رؤية، شايفين هذا الضوء نوعا ما ليزري، هو ما ليزري بس هذا خلينا نقول فوكس مركز، يعني نسلطه على العين حتى نعرف ينطينا المنعكس، يتوسع البؤبؤ يتضيق حتى نعرف سلامة العين. زين. Indication pupillary light reflex is used to assess the brain stem function. ليش نستخدم هذا الاختبار؟ Used to assess the brain stem function، لتقييم وظيفة جذع الدماغ. Abnormal pupillary reflex can be found in optic nerve. إذا كان أكو فد يعني فد شيء ما طبيعي، ما عطاك فد تفاعل لما نسلط الضوء على العين، معناته أكو خفة خلل بالأوبتيك نيرف، بالعصب البصري، أو فد ضرر أو تلف بالأوكيلوموتر نيرف، أو فد آفة ممكن موجودة بالدماغ، such as tumors. زين؟ إذن هذا الاختبار نستخدمه حتى نقيم وظائف الدماغ، وإذا ما عطانا منعكس معناته أوبتيك نيرف إنجري، ضرر بالأوبتيك نيرف، أوكيلوموتر نيرف دامج، تلف بالعصب البصري الحركي، brain stem lesions، آفة أو مرض بالدماغ، such as tumors، مثل الأورام. أحياناً أكو فد أورام تضغط على العصب البصري أو تضغط على جزء من المسار العصبي تسبب لنا ضرر هذا المنعكس. زين، إيش نحتاج؟ equipment، إيشنو الآلة اللي نحتاجها؟ light source، مجرد مصدر ضوئي، حتى لو ضوء أحياناً الفلاش مال الموبايل ممكن نستخدمه. التكنيك هذا ما مطلوب من عندكم، ما لا تقرونه يعني، لأن يعني هو لازم نطبقه بالعملي، فبما أنه ما عندهم نحن ومن البيت يعني هاي، فما لا تقرونه. زين. النتيجة أشنو؟ هسه أنت جاء عليك patient وقال لك أريد أعمل pupillary light reflex، وأشون يعني زين أش تكتب له نتيجة؟ أنت لازم تكتب نتيجة. results pupillary light reflex are measured based on a 0 to plus 4 gradient that considers the magnitude and speed of the light response. اش عملوا؟ عملوا تقسيمات تبدا من الصفر الى زائد 4، هاي كتدرجات، هاي تدرجات. زين، تعبر او تعتبر او تعبر لنا عن مقدار وسرعه الاستجابه. يعني اشون؟ يقول لك a normal healthy adult patient، يعني الشخص السليم والبالغ والطبيعي is expected to have a plus 4 response، استجابته تكون قوية، بالتالي ننطينه علامة plus 4 زائد 4 which indicate a brisk. هذا اش يدلنا؟ يدلنا على انه هو نشيط او سليم واستجابته كبيرة. زين، a plus 3 grading، التدرج يعني plus 3 اش
يشير إنه indicates a moderate response، استجابة متوسطة. Plus 2 is a small slow response، استجابة قليلة وبطيئة. A plus 1 represents a tiny just visible response، يعني إنه هو ما عمى، ما واصل درجة العمى أو blindness، وإنما استجابة صغيرة وقليلة يعني. زين؟ مجرد إنه يحس أكو فد شيء عيمر من أمامه. And 0 indicate unresponsive pupils، والصفر اعتيادي يدل على عدم الاستجابة لهذا المريض. زين، هسا نحن هذا ذكرنا هذا المنعكس، الأورام اللي على الدماغ، الأمراض اللي على الأوبتيك نيرف، كلها ممكن إنه تخلينا نفقد هذا المنعكس. أحياناً يصير يعني تحدث استجابة بعين والعين الثانية ما تستجيب. هاي أكو معناها وين؟ بالإدنجر وستفل نيوكلياي اللي هي بالميدبرين، أكو فد مشكلة. زين، هاي بس لكم كمعلومات تعرفون هذا بالضبط. هذا المنعكس وين يشتغلونه وين يعملونه؟ ما بس أنتم جماعة البصريات أو فاحصي البصر، لا، من إذا كنا شفت بالأفلام والمسلسلات من تجي حالة للطوارئ مباشرة أش يعملون؟ البيشنت يكون السدية، يجي الطبيب تورج أو لايت سورز ويفتح العين، عين البيشنت، ويسلط الضوء. زين، إذا تذكرتم هو هذا الفحص نفسه، هو هذا نفسه، هذا اللي عم نحكي عليه اليوم، حتى يعرف أكو في الضرر أو إصابة بالرأس، أكو استجابة لو ماكو استجابة، هي هذه. زين، أنا راح أخلي التسجيل مستمر، واللي عنده سؤال يسأل، واللي عنده شيء ما مفهوم حتى نعيده. زين، وحتى الأسئلة مالتكم تبقى موجودة بالتسجيل وتستفادون منه. إلى هوني أنا انتهى الشرح يعني، والمحاضرة خلصت. أتمنى تكون واضحة، أتمنى يكون الشرح وصلكم يعني. اللي عنده سؤال يتفضل يسأل. ما شاء الله الشرح كلش واضح وعاشت ايدك. اهلا وسهلا. التعليقات اذا تقدرين تقريها، لان هم اكثرهم يكتبون بالتعليقات الاسئله مالهم. ما يخالف هسه اقراها واشرح لكم يعني، راح اشرح تسجيل يعني. زين، اوكي دكتوره، بس هذا المخطط اكو عنوان يعني تسميه اللي هو ايش قلنا نحن؟ هذاك كان الفيرست ستيب اللي هو الافرنت، هذا الافرنت، هذاك كان اشنو؟ كان الوارد، هذا اشنو؟ المخطط، هذا الصادر. زين، ما في التعليقات، ما عاد تظهر يمي، بس لحظه الصوت عيقطع، كان عندكم؟ اذا الصوت عيقطع فالسبب الان، بس لا، الصوت كان كله زين، بس هسه يعني انا بس اخلص المحاضره راح انزل التسجيل مباشره على الكلاس روم حتى اللي ما كان حاضر يحضر. اوكي. محمد امجد يقول الجدول اشون يجي، قصدك الباث، المخطط، الباثوي ذكرته، يا اما مثلا اجيب لك من وين تبدينه، من الاوبتيك نيرف وتنهينه للاوكيولوموتور، بالتالي انت راح تكتب لي بس الثلاث خطوات ما بين هذول الجزئين، او مثلا اجيب لك لا، من الاوكيولوموتور للايريس سفينكتر مصل، وهكذا. ايه ال مريم الريزلتس اكيد تجي، يعني مثلا اقل الكيلو بلس 4 بالبيوبولاري لايت ريفلكس ايش تمثل؟ او مثلا ترو فولس، اقل لك مثلا البلس 4 هي تيني، تيني ريسبونس، ترو اور فولس يعني استجابه قليله، طبعا فولس. اي اكيد محمد طبعا مطلوب، ليش مهم هذا بالنسبه لك مهم؟ انا اعرف صعب وكلماته كلش صعبه الباثوي اعرف يعني، بس انت اذا يوميا تحفظ خطوتين من هذا الباثوي وتكتبها، تكتبها ايش ما ننزل مثلا املاء، تكتبها صدق وتحفظونه، هو هذا مسار انتم تعتمدون عليه. انت لازم تعرف، انت كفاحص بصر لازم تعرف دخول الضوء وخروجه ايشون يكون يعني، فلازم تحفظونه.